في تعاون الصيدلاني ولتحقيق الأمن الصحي، تم تدشين مخبر الوكالة الوطنية للإنتاج الصيدلاني بالعاصمة في حلته الجديدة. هذا المخبر المدعم والمجهز بأحدث التكنولوجيات المستوردة من ألمانيا يندرج في إطار برنامج مشترك بين بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة بلغت 50 مليون أورو. حضر مراسم إعادة افتتاحه كل من وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسفير دولة ألمانيا بالجزائر والمدير العام للوكالة الوطنية للإنتاج الصيدلانية. هذا المخبر رايح يسمح لنا يسمح للوكالة الوطنية باش تقوم بالواجب تاعها في كل ما هو رقابة الأدوية ومستجدات الطبية لي ديسبوزيتيف ميديكو. كذلك لازم هذا المخبر ما يبقاش مغلوق، لازم يكون فيه تعاون مع الجامعة، وتكلمت حاليا مع مسؤولين الجامعة وراح تكون فيه خريطة الطريق لاستعمال المخابر اللي موجودين هنا لتكوين الجامعي.